انا بقول لك الريس راجع راجع، لا محالة ان شاء الله، وكل واحد غلط هيدفع تمن غلطته كويس قوي. يسمعونا ما يسمعونا، مين اصلا هيسمعونا؟ ازيك يا باشمهندس؟ طب السلام عليكم دلوقتي. اطلع ورايا لما اقف تقف، وريت تخلي تليفونك في جيبك، مش عايز حد يقول انك عملت منه مكالمة. ازيك يا باشمهندس؟ ليك وحشة والله، انت فين يا راجل؟ بقالك سنتين ما بتسألش عننا. ليش يا باشا بقى مشاغل الدنيا؟ انا عارف انا عارف، الله يعينك. انا شايف فيلا وعربيات، مبروك. هو في حاجة يا باشا؟ أنا قصدي يعني حضرتك ممكن تخش في الموضوع على طول. مفيش اي حاجة بيني وبينك يا حبيبي، انا جاي اطمن عليك وابارك لك، الا لو انت عاوز تقولي حاجة. يا باشا أنا مبقتش الراجل بتاع زمان، وحتى لو وقتها كنت بساعدكم، فيعني الزمن بيتغير. ما تتعبش نفسك معايا يا باشا، شوف لك حد تاني غيري أحسن. ومين قالك ان انا عايز المهندس بتاع زمان اللي عنده محل ومسؤول اسره في الاخوان؟ انا عايز الراجل اللي بقى قياده النهارده في الجماعه. ليه؟ عايز تتنمر الجماعة ولا ايه؟ تحب اطلع لك كارنيه؟ كان على عيني، بس ما ينفعش، خلينا احنا وسط الناس. واللي في رابعة دول ايه؟ ما يتحسبوش ناس برضك؟ طبعا ناس مش مصريين، بس يا ترى انهي ناس فيهم بقى؟ اللي انتوا بتصدروهم يموتوا مكانكم وانتوا واقفين ورا، ولا الناس اللي بتنزل بأوامر منك؟ اصلها تفرق يا باشمهندس. ان شاء الله هتتمنى انك تكون واحد مننا، ساعتها بقى هنفكر يا نوافق يا ما نوافقش. بقول لك ايه يا نجم، انت لسه بتسرق فلوس التبرعات بتاعت الاسر يا اخي؟ اللي انا مستغربه انك لسه بتسرقهم لحد النهارده، مع ان ربنا فتح عليك وبقيت مقتدر. ولا انت عملت فلوسك من السرقه؟ معلش يا باشا انا بجد اتأخرت ولازم امشي. احنا هنمشي، هتيجي معايا مكان انت عارفه وبتحبه كويس قوي، هنقعد مع بعض شويه ندردش، وصدقني ساعتها انت اللي هتتمنى ان احنا ما نمشكش. انت عارف كويس قوي انت بتعمل ايه في اخواتك، ما جاتش بقى الحته اللي احنا عايزينها. نشف عرقك كده وما تبقاش خفيف، انت الراجل بتاعنا جوه الجماعه، وكل اللي احنا عايزينه منك انك ترجع تكمل شغل، مش طالبين حاجه جديده يعني. اعتبر نفسك كنت واخد اجازه سنتين. شوف سعادتك اللي تؤمر بيه ايه وانا هنفذه على طول. السلاح اللي في رابعة، كميته أنواعه أماكن تخزينه، تعرف لي كل التفاصيل دي وأنت عارف هتوصل لي إزاي. حاضر يا باشا حاضر، بس بالله عليك يا باشا بالله عليك، الورق ده لو وصل لحد عيب عيب يا باشمهندس، اقلي عليه بطاطس، اعمله قراطيس. انا بتكلم على اصل الورق يا باشا. في الحفظ والصون جنب الورق القديم. انت حبيبنا يا باشمهندس، خلي بالك من نفسك.